بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل في نماذج جوجل. بفتح النموذج اللي بدي اياه، اذا رحت على الردود بقدر اشوف الناس شو جاوبوني. اول خيار عندي هون قبول الردود. اذا سكرته من هون وعملت معاينة بلاحظ انه الاستبانة مسكرة، ما فيش مجال الناس يضيفوا عليها اشي او يجاوبوها. اذا فتحتها وعملت تحديث بفتح النموذج وبإمكاني أجاوبه. تحتيها في إجابات إلى أسئلة بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى الملخص، كل سؤال شو الإجابات اللي عليه، سواء كان خيار من متعدد، سواء كان إجابة قصيرة، سواء كان فقرة، أي نوع، كيف تم إجابته، ببين هون ملخص لكل سؤال لحال. بإمكاني أشوف بالنسبة للسؤال لحاله، بقدر استعرض السؤال ورا الثاني وأشوف شو في عندي إجابات عليه. بإمكاني أشوف الفردي، أنا عندي شخص واحد مجاوب، لو أكثر من واحد بشوف الأول شو جاوب الأسئلة كلهم، والثاني شو جاوب، والثالث شو جاوب، فبقدر أشوف ملخص الأسئلة، بقدر أشوف حسب السؤال أو حسب الشخص اللي جاوب. بالنهاية إذا بدي الملف كله أحوله لإكسل عشان أقدر أحلله، بقدر أروح على هاي الخيار، بعطيني خيارين، إما بنشئ جدول بيانات جديد، بنشئ ملف اكسل جديد وبقدر اعطيه الاسم اللي بدي اياه، او اختيار جدول بيانات حالي. اذا عملت هاي وقلت له تحديد، بفتح عندي جداول البيانات الموجوده في الجوجل درايف، بختار منهم ملف وبضيف عليه الاجابات كورقه عمل. اما اذا بدي انشئ ملف جديد بحدد الاسم، وفي العاده الاسم بكون نفس اسم الملف، بقول له انشاء، فبنشئ لي ملف اكسل في اول شيء الطابع الزمني، متى تمت الإجابة على هذا النموذج، لو كان عندي أكثر من واحد جاوب الاستبانة بنحطه كلهم وراء بعضهم، كل واحد متى تم إجابته، السؤال الأول شو إجابته، السؤال الثاني شو إجابته، وهلم جرا للآخر. هذا بيكون نموذج إكسل زي ما أخذناه من أول. طبعا إذا حدا جاوب مرة تانية، البيانات اللي هون مرتبطة بملف الإكسل، فراح يبين مباشرة على ملف الإكسل اللي تم إنشاؤه من أول الإجابات الجديدة. لو كبست على 3 نقاط من هون ممكن أعمل إلغاء ربط، فبلغى الربط بين ملف الإكسل والنموذج. بإمكاني أنزلهم ملف CSV، بإمكاني أطبعهم، بإمكاني أحذف الردود كأن النموذج جديد. يعطيكم العافية.